السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم كل سعادة وسرور. يا مرحبا ومسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. فكرة البرنامج منكم وإليكم، يعني برنامج مجلس الشباب، ما هو مثل أي برنامج، لأنه صناع البرنامج شباب، والضيوف كذلك شباب، والمتابعين شباب. وتذكر مرة سولفت مع أحد كبار السن عن فكرة البرنامج، قال لي يعني حنا ما لنا داعي نتابعك مدام كل شيء للشباب. قلت لا بالعكس، تابعنا وإن كان سنك كبير فروحك باقي شباب. لذلك في مجلس الشباب نرحب بالجميع. وأتذكر كذلك عندما اجتمعنا لمناقشة فكرة برنامج مجلس الشباب، قلنا بماذا تمتاز مجالس الشباب عن غيرها؟ يعني وجدنا أنها تمتاز بثلاث صفات وركائز مهمة جداً، تختلف عن مجالس مثلا الأطفال، تختلف كذلك عن مجالس كبار السن، مجالس الطيبين. لكن امتازت مجالس الشباب بثلاث ركائز مهمة جدا. الثلاث ركائز هذه أولها كثرة النقاشات، تجد مجالس الشباب تمتاز بكثرة النقاشات رغم اختلاف الاهتمامات والمهارات والفكر حتى كذلك. ثانيا روح التحدي والطموح حاضرة بشكل واضح وكبير في مجالس الشباب. لا لا واضح ان التحدي. لا لا المخرج يوقف هنا، عرفت؟ حياك الله، بس تراك مرة استعجلت بالدخلة. شوف استعجلت دخلة بالطلعة بالجية، انت قايل برنامج مجلس الشباب، انا ماني معلق من انا، عرفت؟ لا انا عارف، انا واحد جاي يخرب برنامجك يا ابوي. والله واضح من اللطمه ومن السيكل شباب، وتشوف الكراسي كشخه كذا داخل بسيكل. ليش معك 50 ثانيه؟ رحب بالجمهور وصفر لي عشان اجيك برب هجوله وراجع لك هروله. طيب لا انت فاهم فكره البرنامج غلط، انا اتمنى اعرف مين اللي منسق معاك. اقول لو سمحت خدمه شيء الحبيب. انا اشوف تقفل الباب معاك. كيف فتحت الباب؟ لا بعلمك شغله. كذلك من أهم صفات ركائز مجالس الشباب زي ما ذكرت التحدي والطموح العالي. وكذلك الثالث والأخير اللي هو العفوية وعدم الكلفة في المجالس. بهذه الثلاث ركائز تمتاز مجالس الشباب. إذن ففي كل حلقة بإذن الله عز وجل سنسلط الضوء على اهتمامات الشباب أو صناع المحتوى، أو نستضيف كذلك المؤثرين في مجالس أو مجلس الشباب. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نرحب بضيوفنا في مجلس الشباب. إبراهيم المعيدي ما أدري وينه، دخل بالسيكل حاس علينا الديكور ومشى. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. أنت فتحت الباب قبل أن تدق الجرس. يلا دق الجرس. يلا لا دق الجرس مو دق الباب. يلا دق الجرس. مين؟ اسمعني زين، ترى ما فتحت بطب عليك في المجلس. يلا بفتح. ها ها يا مرحبا. يا مرحبا. مش هالزين. الله حياك. تدري عاد انا احب الاضاءة الخافتة ذي. والله شرف. بس قبل الشرف في واحد موقف سيارته غلط. بس عند باب بيتكم. وترى بصوره وما عندي الا كلنا امن. لا ان شاء الله. يعني عشان كذا احنا مجلس الشباب ترى ما نقفل بيباننا، نخلي بيبان مفتوح. ضيفنا يقبض علينا. يا مرحبا، تفضل عبد المجيد. ابراهيم خلاص واضح الضيف الثاني من هو. اول شيء انا سعيد عبده شخبطلي. لا انا سعيد انه في البرنامج واول حلقه ومعك فايز، انت رجل يعني مميز. هنيئا المجد فيك وهنيئا لك للمجد صراحه. وإن ما عندنا قنوات تقبل. جاي نقدم، قدر الله علينا يا جماعة، تبون مذيعين، تبون ناس يسوي لكم جو. الله يحييك إبراهيم. أنا في البداية صراحة أرحب بالإعلامي الرائع وصاحب الروح المرحة إبراهيم المعيدي، شرفتنا في أول حلقاتنا في مجلس الشباب. الله يسعدك. بس تسمح لي يعني أنا خليني أول شيء أشخص بالله. عطني المخرج. أول شيء أنا سعيد والله إني أكون معك يا فايز، وأنا يعني فخور ومن زمان عنك، وأنت مبدع ما شاء الله وطلتك حلوة والاستوديو لطيف وجميل وضاء. أنا أحب الهدوء هذا اللي ما في تكلف، بساطة والباب الشارع مفتوح، ويعني حلو والله المجلس. بيتك رائع بمعنى الكلمة. بعدين عرفني على البيت، شو عندك مزهريات ولمبات؟ ترى على فكرة ترى في نهاية الحلقة بنحرج عليها. لا عاد إيه
تبصري؟ يعني هذه الحلقة الأولى والأخيرة؟ لا بالعكس، أصلاً فكرة كان الجرس يدق، أتوقع ضيفنا الثاني وصل، خلني أرحب فيه. الديوانية يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، كسر الباب ما جيتكم. يلا وياك، لا تعلم لا تعلم، هذه حركات عشاقة ضروري. يا مرحبا خرب سيناريو كذا، يعني نقفل الباب. جيد السالفة. طبعا انت ما سالتني ليش جايب السيكل. اول شيء مجيد والله اني سعيد بشوفتك. الله يعافيك. انا جايب السيكل والله يا جماعه، الطريق زحمه زحمه، يعني والله شيء يحوم السبت. لا ساتر ليش؟ طب حسوا فيني يا اخي، قاعد امثل انا رجال معطينك السيكل هنا ويقولون ادخل عليه. علمك شغله، لقمه العيش صعبه، لقمه العيش صعبه. هم يبوني اي شيء، يبوني مزهريه، يبوني لمبه، يبوني لمبه. والله انك اضافه يا عبد يا ابراهيم في مكان. لذلك اسمحوا لي ان ارحب بثاني ضيوفنا في مجلس الشباب، الشاعر الكبير والحاصل على المركز الرابع، الشاعر المليون الموسم السابع، عبد المجيد الذيابي. حياك الله يا عبد المجيد. الله يبيك. لي الشرف اليوم اني اكون احد ضيوف هالقناه الرائده، واني اكون معك واكون مع اخوي ابراهيم، هذا شرف لي وسعيد جدا. الله يرضى عليك عبد المجيد، والله سعيدين جدا. انا عشان ما نبعد عن التكلف والكلفه، هذه الاوراق ما عاد ابيها، ما احنا مسولفين عنها، بناخذ راحتنا مره في المجلس. الله يحييكم. وكذلك حاب اقول لكم وكذلك المشاهدين الكرام بان المنشد والضيف الثالث اللي هو عبد الله الحلافي يعتذر عن الحضور اليوم لسبب ظرف طارئ. وبالعكس اصلا مجلس الشباب هذه ميزته، احيانا يدخل عليك ضيف ما حسبت حسابه، واحيانا ضيف يوعدك يجي ويعتذر لاي سبب كان. لذلك معذور المنشد عبد الله الحلافي، وعسى الله يحفظك وعذرك نعلمه وهو مقبول. وكذلك نعتذر المشاهدين من عدم تواجده. الله يسعدك. فالله يحييكم.